بهذا سوف نرى على ماذا سوف نحصل إن شاء الله من هذه الثغرة. يعني الثغرة أنا متأكد أنكم سوف تحصلون على أقوى لعبيد الباكج. ديبالا أوكي ديبالا كما ترون. يعني في مقطعين لهذا اليوم كما ترون في عنوان الفيديو سوف أشاركم ثغرة الحصول على أقوى لعبيد باكج نجوم الأسبوع الجديد. كما ترون بالنسبة لأقوى نسخ هذا الباكج لدينا نسخة يعني كيويور، كذلك نسخة لوكا مودريتش، ديبالا، فلوفيتش، وكذلك بازيل، رافينيا، أكانجي، هذه النسخ الأقوى داخل هذا الباكج. كذلك أخي الكريم ملاحظة نسخة كولر حارس يعني ليفربول، نسخة أسطورية بمعنى الكلمة. المهم أخواني الكرام أول خطوة سوف نقوم بها الدخول عند بازي مرة واحدة، نفس عند الرافينيا، ثم كذلك عند أكانجي، بعدها سوف ننتقل ثلاث مرات عند كولر يا إخوان، ثم المرة الثانية والمرة الثالثة. بعدها يا أخي الكريم سوف ننتقل عند كيويور مرة واحدة والإطلاع على إحصائيته، ثم لوكا مودريتش مرتين هكذا، ثم نفس الشيء عند ديبالا يا إخوان. بالنسبة لفلاوفيتش ثلاث مرات، ثم المرة الثانية والثالثة. بعدها مباشرة سوف نقوم بالرجوع واللف ب 100 كوينز كما ترون. بهذا سوف نرى على ماذا سوف نحصل إن شاء الله من هذه الثغرة. يعني الثغرة أنا متأكد أنكم سوف تحصلون على أقوى لاعبي هذا الباكج. ديبالا أوكي ديبالا كما ترون، يعني حصلنا على أقوى لاعبي هذا الباكج، نسخة أسطورية لهذا اللاعب. أحلى سكرين شوت لديبالا